السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي متابعي قناة الإبداع، دايما معكم أحمد علي من القناة. لو لسه أول مرة بتشوف الفيديوهات بتاعتي، أتمنى إنك تشترك عندي في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. النهاردة بإذن الله في الفيديو بتاعنا نتكلم عن إزاي نتابع الاستهلاك بتاعنا ونفتح حساب على موقع شركة المصرية للاتصالات. نبدأ ندخل على جوجل، نكتب المصرية للاتصالات، نيجي على مصرية للاتصالات اي سيرفيس، سيبه يفتح كده عادي، نضغط على كلمة حسابي ونضغط على إدارة حساب الإنترنت. تمام، سيبه يحمل كده شوية، النت أصلا بتاعه مطول شوية يعني. كده هو المفروض دخل على الصفحة، بيقول لك تسجيل الدخول، بريد الكتروني وكلمة السر. طبعا احنا معناش بريد الكتروني وكلمة السر، اذا احنا هنبدأ نعمل حساب من اول وجديد. تمام، فهنعوز البريد بتاعنا اللي هو بتاع الجيميل يفضل يعني، ونخش على الإنشاء حساب جديد. هنا بيقول لك انشئ حسابك الخاص، بيقول لك المعلومات الآتية هو رقم الخدمة، رقم هاتفك المحمول مسجل لدينا، إذا كنت غير متأكد من هذه الأرقام اتصل بثلاث محايد. طبعا كود المنطقة عندنا في المنطقة الغربية، رقم الخدمة نكتب بقى زي هو. احنا يا جماعه ما بنكتبش الكود، لان هو كتب لنا الكود 040 اهوت، احنا بنكتب الرقم اللي بعد ال 40، يبقى نكتب. تمام، لان هو بيقبل سبع ارقام فقط. تمام، هو بيقبل سبع ارقام فقط. رقم الموبايل اللي حضرتك سجلته هناك، تمام، بتبدا تكتبه. ونبدأ نقول له أنا لست برنامج روبوت، ونبدأ نقول له التالي. هنخش على حاجة اسمها تأكيد التسجيل، هيجي لي المفروض يعني يجي لي على الحساب بتاعي، على رقم التليفون بتاعي، المفروض هيجي لي رسالة بيقول لي فيها الكود اللي أنا هدخله كذا. تمام، مفروض يعني. هو يا جماعه هو في الاول بيبدا في بتاع البيانات الخدمه ديت، ممكن يقعد له بتاع حوالي دقيقه كده، يقعد ايه يتاكد من البيانات اللي هو رقم التليفون، المنطقه، ورقم الموبايل المسجل عندهم. طبعا هو كده المفروض هيبعت لي كود على رقم الموبايل بتاعي عشان ابدا ادخله لي هنا في ادخال رقم تاكيد التسجيل، وهبدا ادخله. تمام، كود التفعيل وصل اهوت يا جماعه. تمام، اهوت كود التفعيل، هبدا ادخله. انا طبعا طلبت اكتر من مره، بس هو المفروض ان انا ادخل كود التفعيل الاخير. تمام، مش عارف والله انا واحد فيهم، بس هو المفروض احط كود التفعيل الاخير. سوري، يعني المفروض اعمل كده 7 3 8 واعمل التالي يعني. نشوف بقى التفعيل. نقول له التالي.
بيبدأ يعمل لودينج. عشان يدخلنا على بيانات الحساب اللي هي المفروض الخطوة الثالثة. هو كده قال لك اسم العميل وشبكة المحمول ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني اللي نبدأ ندخله. كلمة السر بقى نشوف كلمة سر. نختار لغة التواصل المفضلة ليك، طبعا اللغة العربية لأن المصريين أي تعامل في الفلوس بيحب يتعامل باللغة العربية. وافق على الشروط والأحكام، تمام. طبعا بس الجهاز تقيل شوية لأني شغال على برنامج كامتازيا دلوقتي وبمنتج في أحد الفيديوهات. وهقول له إتمام عملية التسجيل. ده كله يا جماعه احنا بنعمله عشان نتابع استهلاك الباقه بتاعتنا. انا رحت دفعت الفاتوره النهارده، فاتوره النت دفعتها النهارده 17/9/2019، فحبيت ان انا اتابع الاستهلاك بتاعي. لما دخلت شفت الموقع نفسه اكتشفت انك بتبدا تتابع التسجيل بتاعك. تم التسجيل بنجاح وتم ارسال رابط تشغيل البريد الالكتروني برجاء الضغط على رابط تشغيل لتفعيل حسابك، تمام. هنبدا بقى كده نخش على الجيميل بتاعي. الجهاز تقيل شوية بس بسبب المونتاج والحاجات ديت. المهم يعني هنبدأ ندخل على البريد بتاعنا. عشان بعتوا لنا الإشعارات بتاعة الدخول على الحساب. تحديثات، تلاقي جالنا هنا في التحديثات ماي تي داتا، عن تفعيل حساب تي داتا الخاص بك. طبعا عاملين العزيز شكرا وشويه كلام كده، يعني ايه برضه لزوم الشغل. تمام، بيقول لك التحقيق اهوت. شكرا لكم لتسجيل مع تي داتا للتحقق من تفعيل حسابك، برجاء الضغط هنا وستكون قادرا على الاستمتاع بالحصول على اخر تحديثات ورسائل خاصه بتي داتا وطبعا لمتابعه الاستهلاك الشخصي بتاعك. account activation successfully your account has been activated successfully. كله باللغة العربية. وحسابي، إدارة حساب الإنترنت. طبعا بقى ندخل بقى الحساب نفسه، يعني اللي احنا كنا عملناه. بيقول لك الإيميل والباسورد، طبعا هدخل له الباسورد الأول حسب بقى البريد زي ما أنت عايز، حسب بقى البريد اللي أنت مدخله. نبدأ نقول له لوجن إن، سايب الباسورد بتاعي طبعا لان ده الجهاز الشخصي بتاعي. طبعا بنسيب السيستم الاول بيتعرف بقى على اللوجن ان بتاعنا من خلال قاعدة البيانات بتاعتهم.
كده فتحوا لنا الحساب بتاعنا، بيقول لك سجل بالنظام 20 نقطه. الاستخدام عموما يعني منذ 11/9/2019 كده المفروض استهلكت 1 كده استهلكت شرطتين، من المفروض استهلكت 26 جيجا بايت من 140 جيجا بايت. تمام، في نهايه هذا الفيديو اتمنى ان انكم تكونوا استفدتم من هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.